بناء على توجيهات الأخ القائد العميد طارق محمد عبد الله صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية، تم اليوم دفع المبالغ المستحقة على بعض المعسرين والتي جاءت من قبلها أيضا بناء على 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 تقرير اللجنة المخلفة أيضا من قبله لمسح كل المساجين المعسرين في الساحل الغربي. نحن الآن هنا في محافظة الحديدة وأمامنا المبالغ التي المستحقة والتي سيتم دفعها اليوم إن شاء الله تعالى بحوالي 25 مليون ريال. هذه لفتة كريمة وليست الأولى ولن تكون الأخيرة من الأخ القائد حفظه الله مع أخوته أبناء محافظة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام. نزلنا اليوم إلى مديرية الساحل الغربي لتسليم المبالغ المحكوم بها على السجناء المعسرين كلفتة إنسانية من العميد حفظه الله، وهذا الإنجاز تم بعد أسبوع كامل من العمل المتواصل للجنة المكلفة من قبل العميد والمشكلة من مختلف جهات المقاومة الوطنية وأيضا السلطات المحلية بمحافظة الحديدة وبمديرية المخاء. إجمالي المبالغ التي سلمتها اللجنة ما يقارب 25 مليون ريال، تم تسليمها إلى النيابة العامة والمحاكم لتسليمها إلى المحكوم لهم، وهم حالات مستحقة فعلا. وقد سبق في العام الماضي إخراج مجموعة من المحكوم عليهم. نأمل استمرار هذه اللفتة الكريمة من قبل مسؤولين الدولة من أجل التخفيف عن معاناة العاجزين المحكومين في مبالغ ديون أو نفقات أو المحكوم عليهم في قضايا جنائية.